صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن فن اختيار هدايا الاطفال، ازاي نختار الهدية المناسبة للطفل وفقا للفئة العمرية بتاعته. هفرجكم النهاردة شوية افكار، هي كلها او تقريبا معظمها تحت 50 جنيه، وكلها حاجات مفيدة جدا. مش شرط ان يكون في مناسبة للطفل نروح نجيب اي حاجة وخلاص، ولكن الاهم ان احنا نجيب حاجة تفيد الطفل ده، مش عشان بس ما نسحمش الدنيا عندنا وعند غيرنا، ولكن علشان كمان الطفل يستفيد. ونحط في دماغنا طبعا ان الهدية دي مش هتقعد، او يعني الحاجة دي مش احنا مش بنجيبها للعمر، هي حاجة هتقعد وقت مؤقت وبعد كده هتروح لحالها. يعني معظم الحاجات اللي هوريها لكم النهاردة يعني في قطع كتير منها مفقودة. طيب هندخل في الموضوع على طول، وهفرجكم شوية حاجات واشرح لكم يعني كل حاجة ايه فايدتها. ثانية بس اشوف ازاي الكاميرا بتلف. عندنا مثلا حاجة زي كده، دي عبارة عن stacking toy. احنا نبتدي من السن الصغير للسن الاكبر. دي stacking toy، هي في واحدة فيهم، في اتنين منهم ناقصين، معلش مش عارفة هما فين. دي كانت من سوق.com. هقول لكم اللي عجبني فيها واللي ما عجبنيش فيها. اللي عجبني فيها طبعا هي فكرتها، دي كويسة جدا لان هي تنمي المهارات بتاعت الاطفال، اللي هي السنسوري موتور سكيلز، اللي هي ازاي يمسكوا الحاجة واللي هما يركزوا ازاي يقدروا يطلعوها ويدخلوها تاني. اللي ما عجبنيش فيها ان هي صغيرة قوي، يعني دي بالاخص يعني حجمها صغير شوية، يعني قد كفي دي. بس يعني اعتقد هي كويسة بالنسبة لطفل صغير يعني. اوكي، دي كانت تقريبا 25 جنيه، مثلا 30 جنيه، حاجة كده يعني. في حاجة تانية، في ده اكزايدافون، برضو زقنن، ودي كان معاه اتنين من دول، بس التانية بتاعتها كانت ضعيفة شوية فاتخلعت. برضو دي كانت حاجة 20 جنيه. في عندنا ده، مش عارفة فين الهامر بتاعه، هو كان في حتة الماء هنا. ده بيجي معاه بتاع كده صغيرة، ده برضو كويس جدا للسنسوري موتور سكيلز، ان هما ازاي يركزوا وتنمية المهارات الدقيقة بتاعتهم، يعني ان هما يركزوا ان هما يعرفوا يدخلوا الكرة، يركزوا كمان الميموري ريكوجنيشن، ان هي الحاجة لما بتختفي بتطلع تاني، بتظهر تاني. ده اللي ما عجبنيش فيه، اللي هو حلو طبعا، بس اللي ما عجبنيش برضو فيه ان هو صغير شوية، فالكور بتاعته صغيرة قوي، فما نصحش ان احنا نديها الاطفال سنهم صغير قوي، يعني مش اقل من سنة. طيب ندخل بقى على الاعمار الاكبر شوية. في بازلز، افكار البازلز دي طبعا من الحاجات الحلوة جدا. البازلز دي الواحدة فيهم ما تتعداش ال30 جنيه، يعني كانت واحدة ب25 28 جنيه، حاجة كده. طبعا دي قطعة تقريبا في التويلت تقريبا، هاي كده. اوكي، دي فكرة تانية، بازلز. عندنا نوع تاني من البازل اهو، الABC، برضو دي كانت اونلاين وكانت ما تتعداش ال30 جنيه، مثلا حاجة كده. دي برضو السنسوري جريب، اللي هي الجريب بتاعتهم ان هي تحس انهم عارفوا يمسكوا الحاجة ويحطوها، بس برضو يعني اعتقد دي سن، يعني ممكن تبتدوا بيها من سن صغير، بس يعني هي عقبال ما يعرفوا يعملوها هيكونوا سنهم اكبر شوية، بس ممكن دي نبتدي بيها من سن صغير. ممكن نبتدي بحرف واحد، يعني ممكن نحط حرف واحد يتعودوا عليه، بعد كده نبتدي ندخل حروف تانية. هنيجي للسن الاكبر شوية، دي كانت بورد، ازاي يتعلموا يربطوا الجزمة، دي برضو كانت حاجة و20 جنيه، حاجة و30 جنيه، حاجة كده. هحط لكم لينك في الحاجات دي كلها بعد شوية. دي حاجة للسن الاكبر شوية، ودي لتنمية، دي لسن اللي يعني اكبر شوية، اعتقد من اول مثلا 3 4 سنين. دي بيعملوا بيها شيبس، في صورة هنا بتيجي معاها عشان يعرفوا ازاي يعملوا شيبس زيها.
دي طبعا مفيده جدا ان هي يعني للكوجنيتيف سكيلز بتاعتهم حلوه جدا، وطبعا يعني ممكن يقعدوا وقت كتير جدا على حاجه زي كده. نوع تاني من البازلز هو الا وهي البتاعه دي، دول بيتفكوا ويتركبوا، انا مش عارفه بس اعملها بايد واحده، دول بيتفكوا وبيتركبوا. دي ليها بقى فوائد كتيره جدا. دي اولا ممكن نستخدمها color sorting، يعني ممكن نحط كل لون لوحده ونعلمهم الكولرز بيها، ممكن يعملوا بيها اشكال في اونلاين، لو دخلتوا اونلاين هتلاقوا اشكال كتيره جدا ليها، فممكن يقعدوا يعني ساعات متناهيه بيلعبوا بالبازل دي. ايه هاي ايه دي، الحاجات دي معظمها اونلاين يعني تقريبا كلها، ان ما كانتش كلها يعني هي كلها اونلاين من سوق، واعتقد في حاجات من جوميا، بس انا هحط لكم لينك بالحاجات بالظبط منين. الحاجات دي كلها يا جماعه تحت ال50 جنيه، يعني انتم متخيلين كل الايتيمز دي تحت ال50 جنيه. يعني احنا مش شرط نصرف فلوس قد كده علشان نجيب هدايا ملهاش لازمه هتترمي بعد شويه، هي كده ولا كده الهدايا الحاجات دي يعني هتضيع اكيد وهتتكسر وهتبوظ وهيزهقوا منها بعد 5 دقايق او ساعه او ساعتين، بس على الاقل ما نكونش دفعنا فيها فلوس كتير، وفي نفس الوقت حاجه مفيده جدا. يعني دي الحاجات دي كلها بتنمي مهاراتهم الذهنيه يعني وبتخليهم يفكروا ويعرفوا ازاي يطوروا مهاراتهم الحسيه والذهنيه وكل حاجه. اوكي، فدي ممكن نعمل بيها color sorting، ممكن نعمل بيها shapes، ممكن هما بقى يقعدوا، ممكن نجيب بوكس لو السن الاصغر، يعني السن ممكن اللي هو من تحت سن سنه او فوق سنه شويه، ممكن نجيبهم كوحدات لوحدها كده زي كده ونجيب بوكس. نجيب بوكس نخرمه ونحطهم فيها، يعني برضو زي يعني زي الكوين كده. اوكي، ارجع لكم انا تاني. بس ده كان سريعا، دي افكار لحاجات موجوده اونلاين، وفي حاجات كتيره جدا 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 موجوده اونلاين ورخيصه جدا. ممكن تدخلوا على سوق، على جوميا، على نون، كل الويب سايتس الاونلاين دي، اعملوا educational مثلا، اكتبوا educational toys او اكتبوا keywords كتيره وشوفوا الحاجه اللي هتطلع لكم، واعملوا sort by price وبصوا على الريفيوهات بتاعت الحاجه، ما تجيبوش اي حاجه وخلاص، لان زي ما قلت لكم في حاجات كانت اسعارها كويس بس الكواليتي بتاعها ضعيف. حتى لو جات لكم حاجه الكواليتي بتاعها ضعيف، اتاكدوا ان كل حاجه ملزوقه كويس، وطبعا كل الحاجات دي لازم يكون في سوبرفيجن عليها للسن الصغير علشان ما يحطوش اي حاجه في بقهم او يحصل اي مشكله. يعني لو عندكم اي اسئله اكتبوها لنا في كومنت وهنرد عليكم، ويا رب يكون الفيديو ده مفيد. دمتم في رعايه الله، باي باي.